السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. بعض الاعتذارات كالتعازي لا ترد ميتا. وبيبدأ مسلسلنا النهاردة مع مجموعة طلاب قاعدين في الفصل بالليل وبيحاولوا يحضروا روح شبح، وفجأة بتتحرك إيدهم بالقوة وبتبتدي تحصل حاجات غريبة في الفصل زي تيارات هوا عنيفة والباب بيتقفل لوحده، فبيخافوا كلهم وبيطلعوا يجروا، وبره بيلاقوا مدرس فصلهم واقع على الأرض وشكله مصاب. وتاني يوم في المدرسة بنشوف الطالب جون جوان واللي عنده قناة يوتيوب بينزل فيها فيديوهات للفصل وبيشغل الفيديو وبيعرف معجبينه بالطلاب، وبنشوف الطلاب هارتو وجونوكيو وبارت ويوشي وزمايلهم هيونسك ورئيس الفصل ديودونج. وبعدها بيعرفوا الطلاب إن المدرس مريض لسبب مجهول وهيحتاج أسبوعين عشان يرجع يكمل شغله. وبعدها لما بيروح جونوكيو يجيب الحليب للطلاب بيمسكوا الموظف وبيقوله إنه كان دايماً بياخد 21 علبة رغم إن فصله 20 طالب بس وبيزعقله، وبيحاول الطالب يفهمه إنهم 21 طالب لكن الموظف بيبقى مصمم إنهم 20 بس. وبعدها بيروحوا الطلاب يلعبوا مباراة كرة قدم ضد فريق الفصل التاني وبيقدروا يكسبوا، وبيبقى فريق الفصل التاني مندهشين وبيقولوا لديويونج إن مستواهم عالي قوي وإنهم قدروا يكسبوهم رغم إن عددهم 10 بس، فبيحاول ديويونج يفهمه إنهم كانوا 11 في الملعب لكن طلاب الفصل التاني بيأكدوا له إنهم كانوا 10 بس، وده بيخلي ديويونج يحس إن في حاجة غلط. ولما بيرجعوا للفصل بيلاقوا فيه جدال بين جونوكيو وطالب تاني لأنه ما خدش حليب زي كل الطلاب، فبيقولوا إن الموظف ما ادالوش غير 20 علبة على قد عدد الطلاب. ولما بيعد الطلاب الموجودين بيلاقيهم 21 طالب، فبيروح بسرعة يشوف كشف الأسامي وبيلاقيه 21 اسم برضه. وبعدها بيقول لهم رئيس الفصل ديويونج إنه لما سأل باقي الفصول والمدرسين قالوا على فصلهم إنهم 20 طالب بس، وده معناه إن في شبح بينهم وهم بس اللي بيشوفوه، وإن الشبح ده هو واحد من 11 شخص اللي لعبوا كرة قدم زي ما قال الفريق التاني، وباقي الفصل هيستبعدوهم من الاحتمالات. وبيقول ديويونج لكل الموجودين لو كان في شبح بينهم يطلع من الفصل، ولما محدش بيرد عليه بيقول لكل الطلاب إنهم هيضطروا يلاقوا الشبح بنفسهم ويطردوه لأنه ملوش مكان بينهم. وبالليل بيقعد هارتو مع زمايله يتغدوا، فبيجي لهم هيون سونج اللي عنده معلومات عن الخوارق كتير وبيقول لهم إن الأشباح ما بتحبش تاكل الفاصوليا، وبيقول لهم يثبتوا إنهم مش أشباح وياكلوا أطباقهم واللي مش هيقدر يكملوا هو الشبح، لكن هارتو وزمايله بيقدروا ياكلوا الأطباق عادي، فبيتأكد إن الشبح مش واحد من المجموعة دي، وبيقرر يختبر الباقي الصبح. وبيرجع هارتو لشريكه وصديقه في الغرفة هيوك، وبيبقى ديويونج بيكلم المدرس المريض وبيوعده المدرس إن لو خلى كل الأمور تحت السيطرة في غيابه من غير مشاكل هيكتب له خطاب توصية للدراسة في الخارج. وتاني يوم بيبدأ هيون سونج يقيس درجات الحرارة لكل الطلاب قبل ما تدخل الفصل، وده لأن الأشباح باردة وهيقدر يعرف مين الشبح من درجة حرارته، وبيلاحظ إن في طالب اسمه أساهي درجة حرارة إيده باردة. وبعد كده بيبقى أساهي قاعد بيتمتم بشيء غريب في غرفة الفنون لوحده وبيشوفه طالب وبيصوره فيديو. ولما بيدخلوا كلهم للفصل وبيبدأوا يدرسوا بيلاقوا طائر اصطدم بإزاز الفصل وبيحصل لهم أكتر من حاجة مرعبة بتخوفهم أكتر، وبيبدأوا يشكوا في بعض لحد ما بيوريهم الطالب الفيديو اللي صوره الأساهي وهو بيتمتم، وبيقول هيون سوك إن كمان إيده كانت باردة، وبيتأكدوا كلهم إن أساهي هو الشبح وبيروحوا يواجهوه، لكن بيقول لهم أساهي إنه لما كان في غرفة الفنون كان بيصلي وإن إيده باردة لأنه مصاب ببرودة الأطراف، فبيقتنعوا بكلامه وبيستبعدوه من الاحتمالات. وبالليل بيروح جون جوان للفصل عشان يصور فيديو هناك لقناته ويزود من ترويجها عن طريق إنه ينشر في القناة إن في أشباح في الفصل، ولما بيروح بيلاقي حارس الأمن هناك فبيدخل يسأله عن مشكلته، فبيقول له حارس الأمن إنه كان بيتحقق من الإزاز المكسور بس وبيودعه وبيمشي. وبيكمل جون جوان تصوير، وفي نفس الوقت بيبقى هيوك حاسس إن في حاجة غلط أو محسود بسبب تراجع مستواه الدراسي رغم إنه متفوق جدا، فبيروح يتكلم مع يوشي وبيطلب منه معروف لأن جدته مشعوذة، فبيروح يجيب تعويذة يحطها على سريره في السكن عشان تمنع عنه الحسد. وبيجي هارتو وبيدي لهيوك مشروب يساعده على النوم والراحة، وبيطلع ينام في السرير اللي فوق، وأول لما بينام بيلاقي نفسه بيتحرق بسبب التعويذة اللي حاططها هيوك على السرير، فبيطلع بسرعة من الغرفة وبنعرف إن هارتو هو الشبح. وتاني يوم بيبقى جون جوان لاحظ إن المشاهدات عنده في القناة زادت لما نشر فيديو الشبح في الفصل، فقرر يقدم حاجات أكتر تخص الموضوع ده عشان يزود المشاهدات أكتر، وبيبدأ يعمل مقالب في أصدقائه في الفصل ويخوفهم ويخليهم يقتنعوا إن ده الشبح ويصور اللي بيحصل، ولأن كل الطلاب خايفة من اللي بيحصل بيحاول هارتو يطمنهم إن الشبح عمره ما هيأذيهم، لكن مع استمرار مقالب جون جوان وإنه بيخلي الألواح تقع لوحدها ودبدوب لعبة يشتغل لوحده من غير توقف بيخليهم يخافوا أكتر. وبالليل هيوك بيشوف هارتو وهو قاعد على الكرسي، ولما بيشوف إن ملوش أي ظل بيفهم إن هارتو هو الشبح، وفي نفس الوقت بينشر جون جوان الفيديوهات اللي صورها طول اليوم. وتاني يوم بيتجادل ديويونج مع جون جوان إنه بينشر أخبار فصلهم على قناته، ويوشي بيدي لهيوك تعويذة تانية أقوى من الأولى عشان يحطها في الفصل ويقضوا على الشبح تماما، فبيفتكر هيوك إن صديقه هارتو هو الشبح
فبيقوله يديله فرصة يفكر، وبالليل بيحاول جون جوان يرعب ديونج، وبيقرر يسجل رقمه باسم الشبح ويتصل على ديونج ويشغل نغمة مرعبة. لكن لما بيجي يتصل بديونج بيتفاجئ إن الشبح هو اللي بيتصل بيه. وتاني يوم بيلعب هارتو مع يوشي لعبة قراءة الطالع، ولما بيختار هارتو 3 ورقات عشان يقرأ له يوشي الطالع بيقطعهم المدرس. لكن لما بيشوف يوشي الورق اللي اختاره هارتو بيستغرب جدا لأنه مش محطوط عليه علامة إنسان أصلا، وبيبلغهم المدرس يجهزوا نفسهم لأن بكرة يوم حفلة مهرجان الربيع وكل فصل بيعمل نشاط مختلف، وهم تم اختيارهم عشان يعملوا فصلهم كأنه بيت رعب، وبيبدأوا يجهزوا للاحتفالات وبيستمتعوا بوقتهم مع الفصول التانية. وبالليل بتبدأ الطلاب توصل من الفصول التانية عندهم ويجربوا بيت الرعب، وبيفضلوا طول الليل يحاولوا يخوفوا الطلاب، لكن بتبقى الفكرة مبتذلة جدا ومفيش أي طالب بيخاف من أزياءهم وتجهيزاتهم، وبسبب كده بتسوء سمعتهم وبينتشر إنهم فشلة ومش عارفين يعملوا نشاط كويس، وبيقعدوا الطلاب مع بعض يشوفوا إيه مشكلتهم وليه مفيش طلاب تانيين بيجوا لهم. ولما بيشوفهم هارتو زعلانين بيقرر يساعدهم، وبيتدخل هارتو بنفسه عشان يخوف الطلاب دول، وبالفعل بيقدر يخوفهم ويرعبهم بشكل حقيقي. ومش هما بس، ده بيرعب حتى طلاب فصله، ولما بيطلع كل الطلاب من المبنى وبيشوفوا مين ناقص جوه بيعرفوا ان هارتو وبارك هما اللي ناقصين، وبيبقى بارك جوه بيتمشى في الطابق وبيقع على ظهره من الخوف، فبيخاف هارتو وبيروح يطمن عليه. ولما بارك بيفتح عينه بيلاقي هارتو اتنقل جنبه بسرعه خياليه فبيفقد الوعي، وبعدها بينتقل بارك المستشفى من الصدمة، وبعدها بيتجمعوا هما التسعة وبيفضل كل واحد فيهم يشك في التاني إن هو الشبح، لحد ما بيقرر يوشي يثبت لهم مين الشبح، وبيشغل أغنية بتأذي الأشباح لما يسمعوه، وبيقول لهم إن الشبح هيبان دلوقتي وكلهم هيعرفوه. وبالفعل لما بتشتغل هارتو بيتأثر جدا، لحد ما بيدخل هيوك في آخر لحظة وبينقذ هارتو صديقه المقرب، وبيوقف الأغنية وبيقول لهم إن كلهم أصدقاء وما ينفعش الشك اللي هما بيشكوا في بعضهم ده، وبيقوم هارتو وبيمشي، وبيلاقي على جسمه جروح كتير من الأغنية اللي اشتغلت دي. وبيفوق بارك في المستشفى وبيفتكر اللي هارتو عمله، وتاني يوم بيروح هارتو يزور بارك في المستشفى وبيعتذر له وبيقول له انه ما يقصدش يأذيه، وفجأة بيتعب بارك وبيدخل الدكاترة يساعدوه، وطبعا ما بيكونوش شايفين هارتو لان ما حدش بيشوفه غير طلاب الفصل والمدرس. وفي نفس الوقت المدرس بيرجع للمدرسة وبيهزق ديونج على الفوضى اللي حصلت في غيابه وعلى الإشاعات اللي اتنشرت بخصوص ان في شبح في الفصل. وبالليل بيطلع هيوك لهارتو فوق سطح المدرسة وبيقول انه عارف ان هو الشبح، وبينصحه يعترف لباقي اصدقائه اللي وثقوا فيه ان هو الشبح، وبيبقى كل ده ديونج رئيس الفصل سامعهم. وتاني يوم بيقول ديونج لكل الطلاب ان هارتو هو الشبح وسط صدمه وذهول كل الطلاب، وبيجي حارس الامن وبيطلب من هارتو يقول لهم الحقيقه، وبيعتذر لهم هارتو كلهم وبيحكي لهم ان حارس الامن يبقى باباه، وانه من 10 سنين كان طالب في المدرسه هنا، ولكنه كان مريض اغلب الوقت وقضى في المستشفى وقت اكتر من اللي قضاه في المدرسه، وما كانش عنده اصدقاء، وبعدها توفى وكان عايز يعيش حياه مدرسيه طبيعيه، وعلشان كده روحه فضلت هنا في فصله لحد ما قابلهم وقدروا يسمعوه ويشوفوه عكس باقي الدفعات اللي قبلهم اللي كانوا ما بيشوفوهوش تماما ولا كانه موجود، وبيهاجموا كل الطلاب وبيلوموه على كل اللي حصل، لحد ما بيقطعهم المدرس وبيمشي الحارس وبيرجع كل الطلاب لمقاعدهم، وبيقعد والد هارتو يعيط بر، وبيفتكر لما حط الرماد في خزنه الفصل ده لانه كان عارف ان ابنه وحيد وما عندوش اصدقاء، وقرر يساعده ويسيب روحه هنا عشان يكون اصدقاء وما يبقاش وحيد. وبالليل بيقعد معظم الطلاب يتناقشوا على موضوع هارتو، ومنهم اللي بيبقى متضايق منه جدا على الحركات المرعبه اللي كان بيعملها فيهم، ومنهم اللي بيبقى حزين على هارتو ومقدر حالته لانه كان وحيد وبائس. وتاني يوم بيرفض هارتو يدخل الفصل وبيطلع يساعد بابا في الشغل، ودي يونج بيروح يتكلم مع المدرس وبيقول له انه محتاج التوصية اللي كان وعده بيها، لكن المدرس بيرفض وبيقول له انه مسيطرش على المدرسه ولا حاجه وانها كانت في حاله فوضى لما جه، وده بيخلي دي يونج يتضايق جدا وبيقول انه كل ده بسبب هارتو، فبيروح للطلاب وبيقول لهم انه هيعمل جلسه طرد ارواح وهيقضي على هارتو، ولما بيلاقي في مؤيدين للقرار وفي معارضين بيقرر يعمل تصويت بكره على طرده او بقائه. وبعدها بيروح جنوكي وصديقه يطمنوا على بارك وبيبلغوه بموضوع التصويت بالفصل، وبالليل بيروح هارتو يزور بارك لكن بارك بيرفض يقابله. وتاني يوم في التصويت ديونج بيلاقي الاعداد متساويه لحد ما بيدخل بارك للفصل وبيصوت انه موافق على بقاء هارتو، وبكده هارتو هيفضل معاهم في الفصل، وبالفعل بيقوموا يفتحوا له الباب وبيدخل يقعد معاهم. وفي الوقت ده ما بيقدرش المدرس يلاقي اسم هارتو في اي كشوفات رسميه، ولما بيسمع مدرس زميله اسم هارتو بيقول انه كان في طالب زمان بنفس الاسم ده وتوفى، وبيقول له يروح يشوف سجل الطالب ده. ولما بيروح المدرس يشوف سجله بيلاقي صوره هارتو وكل بياناته، وبيتأكد إن قصة الشبح دي حقيقية وإن هارتو هو الشبح، فبيروح للفصل وهو متعصب وبيفضل يزعق له ويقول له اللي مخليه هنا وهو ميت من 10 سنين، وبيفضل يزقه ويقول له يخرج من الفصل. ولما بيلاقي كل الطلاب عارفين إنه كان شبح بيحذرهم إن اللي هيتعامل مع هارتو كأنه موجود أو حتى قال اسمه هيعاقبه ويسقطه في الامتحانات، وبيأمر ديونج يطلع ديسك هارتو من الفصل وبيسيبهم وبيمشي. وبعد كده بيلم حارس الأمن حاجته وبيمشي،
بعد ما هدده المدرس إنه هينشر قصة ابنه الشبح في كل مكان لو ما استقلش من الشغل. ومع الأيام بيبدأ كل الطلاب حتى أصدقائه المقربين يتجاهلوا هارتو، وحتى ما بيردوش عليه عشان خايفين على مستقبلهم الدراسي. وبسبب تجاهل الطلاب ليه بيتحول هارتو بالتدريج للون الشفاف وبيختفي، ورغم كده ما بيوقفش مساعدة أصدقائه، زي إنه يقفل الشباك لما بيلاقي صديقه بردان، وبيساعد جون جوان في البث المباشر وبيخوف متابعينه، فبيجيب له مشاهدات أكتر، وبيدي المشروب لصديقه هيوك عشان يساعده على النوم. وفي يوم بيتفاجئ كل الطلاب إن المدرس جايب جدة يوشي المشعوذة للفصل عشان تطرد روح هارتو، وبتمسك رماد هارتو وبتعمل الطقوس، وقبل ما تقضي على شبح هارتو بيدخل كل أصدقائه وبيمنعوها تكمل في اللي بتعمله وبينقذوا هارتو. ولما بيظهر هارتو بيعتذر له دي يونج، ويوشي بيمنع جدته من مواصلة الطقوس، وبيتجمعوا كلهم حوالين هارتو وبيحضنوه. وبعدها بيترجوا المدرس إنه يخلي هارتو معاهم لحد فترة التخرج بس، وبيوافق المدرس. ومع الوقت بيقضي هارتو أسعد أيام حياته مع أصدقائه، وبيساعد جون جوان وبيعمله فيديوهات مرعبة وبيزود له مشتركينه لحد يوم تخرج أصدقائه، وبيحتفلوا كلهم مع بعض وبياخدوا صورة جماعية للذكرى. وبعدها بيختفي هارتو وبتنتقل روحه للعالم الآخر بعد ما حقق حلمه، بقى عنده أعز أصدقاء بيحبوه وبيحبهم وبيشارك معهم أسعد لحظات حياته. وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.